كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين من مين في دنيا كلها خاينين وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين ومش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين طول الوقت بنفكر في بكرة ولينا شايل ايه طول الوقت بنزوق على واحد نعمل ليه مفيش ولا حاجة مضمونة كله بجد مشكوك فيه وليه الشر جوانا بقى الكسبان في كل مش عارفين نصدق مين عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا وبنخون في اقرب حتى ناس لينا ومش عارفين طريقنا منين ادخلي
حقنا يا جناب العمدة. في ايه يا نيل؟ البلد كلها هيجة وجاية على هنا. في ايه يا ولا؟ بلد ايه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ شباب البلد يا جناب العمدة، أول ما قلت لهم العمدة عثمان عايز المديونية اللي عليكم وهاجوا علي، وهاتك يا ضرب بالأيادي وبالصرم وبالبولاخ كمان، وإيه؟ حينك وتشوف الله النور، شتايم من اللي متنقية وكلها في جنابك، شتايم وحشة قوي، وحشة خالص. لا لا لا، دول مش أهل البلد دول، دول مين دول؟ لا أنا أهل البلد كلهم بيحبوني، لا دول مسوسين علي. اسمع يا واد انت، بلغ الغفير وائل يجمع الغفر كلهم وكله يعمر سلاحه في المليان وتقع في استعداد. طب وبعد ما نعمر السلاح يا جلاب العمد؟ تضرب في المليان على طول. هنضرب البلد كلها بالنار يا جلاب العمد؟ لا مش كلهم، اللي يهوب ناحيتك اضرب في المليان. يلا غور الكشح. حاضر. ايوه يا اخوي، اوعى تنخنهم، اوعى اوعى، هيركبوك والله يا عثمان، هيركبوك والله يا اخوي، دول ناس مالهمش في الطيب والله، لازم انت توريهم العين الحمر، انزل عليهم بالعسكر والغفر كلهم. انت عايزه انت كمان؟ عايزه اقول لك كلمتين بحق العشره اللي بينا. انت لسه جوزي واني على ذمتك. الناس فاض بيهم يا عثمان، ظلمك ليهم جمعهم عليك كلهم، وما فيش حاجة هتقف قصاده. طمنهم، هديهم، أقول لك حسسهم إنك ندمان. هدي النار بدل ما تاكلنا كلنا يا عمدي. نار لما تاكلك مرة من دون النسوان، عايزاه يعمل إيه يا أختي؟ ياخد ماله وينزل يفرقه عليهم ولا يفرق عليهم الأرض اللي حداه؟ أنت اتخبلتي ولا اتخبلتي؟ قولي بقى إنك بتهري، قولي انك بتهري مني ومن كده يا ولية، عشان الواد اللي عينك خارقه بطني وشايفاه وهو قاعد مستربع جوه، الواد اللي هيجي يبقى سيدك وسيد البلد كلها. انت عايز ايه يا ولية انت؟ عايزاني انا اقعد اتكلم مع شويه لمامه وغجر؟ لا، هو حد اي فيهم يقدر يعمل اي حاجه؟ طب حد فيهم كده يوريني حاجه؟ حد يجري يقرب ناحيه الدوار هنا؟ طب حد يقرب لو بالغلط هيتطخ بالنار طوالي. اوعى تنغرب الغفر اللي حداك، ولا حتى بعساكر المديرية ولا المركز كله. اسمعي يا بنت انت، كلمة زيادة وهرب عليك اليمين طوالي. قولي يا بنت كلمة زيادة، قولي يا بنت كلمة زيادة، خليه يطلعك ونخلص منه، وما ترمي عليها اليمين وتخلصنا منها يا عثمان. اطلعي بره يا ماما يا فاطمة. خلاص يا فاطمة، عميتي وما بقاش حداكي عنين تشوفي بيهم؟ عمل ما يلهفك يا ولية، ما تغوري يا بنت في داهية يا بنت. ايه عمالة تبصيلي وتشيليني وتحطيني ليه من مكاني؟ ايه يا ولية كفاية حسد بقى، كفاية يا اختي. اي يا بطني، يا ساتر يا رب، ده انت عيني خرقت بطني يا بنت، جابتلي مغص، ما تقولي تتكلي على الله، غوري في داهية. انا قلت اللي عندي وريحت ضميري. طب يلا بقى غوري من هنا، بدل ما اديكي في وشك انزل لك صف اسناني. امشي. ايوه يا ابني دين المامور، بسرعة قول للعمدة عثمان. ايوه يا جناب المامور، اسمعني بس يا سيدي، اجل اللوم والعتب ده دلوقتي مش وقته خالص، خلينا في المهم. البلد عايدة نار، الناس عاملة غاية كبيرة قوي وجايين على هنا، ما هو ده مش كويس علشاني ولا علشانك انت كمان. ما انا لو روحت هقول كل حاجة، ايوه هفتح في العديم كله وهنشر الغسيل الوسخ، وانت ذات نفسك هتروح في سين وجيم ويمكن نوم كمان. ايوه لازم نقف جنب بعض. ماشي، سلام. بس بس انت طول يا عمده، حلوه قوي نبره الخوف اللي في صوتك دي، ما سمعتهاش قبل كده. اما وريتك. تمام يا فندم. صراف عسكري وخد الباب وراك. تمام يا فندم. انت مش رجالتك جاهزين يخرجوك من حجز؟ أوي أوي يا باشا. طيب يا سيدي ورينا همتهم بقى. أنت بتتكلم جد يا باشا؟ يعني شاي على الرجالة وأقول لهم يا أيوة يا سيدي، شاي على الرجالة وأقول لهم أنا مش قلت لك أكتر من مرة ان بقالك من عثمان؟ وقلت لك كمان ان خليك تاخد طارك منه، قلت لك ولا لا؟ قلت لي يا باشا، بس بصراحه ما كنتش مصدقك ولا مديك الامان. طيب يا سيدي، اديك عرفت ان انا عندي كلمتي، ورينا الهمه بقى. العمده بداره بديوانه بسلاح اللي فيه
هيبقى عندك كلهم. اه بمناسبة السلاح، انت رجالتك احرار بس ما تحرمش اهل البلد من كام حتة سلاح برضه ولا ايه؟ سلاح لاهل البلد؟ ايوه عشان فرح العمدة يبقى فيه ترقيع كده تسخن الحكاية شوية. عسكري يا عسكري. تمام يا فندم. نزل ابو سيد الحجز تاني. تمام يا فندم. كما قال رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكما علمنا ديننا الحنيف أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وها أنا ذا أعلنها أمامكم يا أهلي ويا عشيرتي أني تبت إلى الله وندمت عما فعلت، وها أنا ذا قد رجعت عن صحبة عثمان وشيطانه، رجعت عن صحبة من لا يرحم لصحبة الرحمن الرحيم. أنا رايحة حدا العمد. يعني إيه رايحة حدا العمد؟ أنت اتجننتي يا بيت؟ ما هو المرة اللي فاتت كان محروس وبعده فاطمه وحسان وحنان، والمرة دي حمدية. إيه هنستنى لما عثمان يلمنا كلنا نسوان ورجالة ويدبحنا ولا يولع فينا النار؟ هنفضل ساكتين لحد امتى وحاطين جله ببقنا؟ رجعت عن صحبتي من والله الله امر هذه البلاد فخان الامانه، وعلى هذا يتضح صحه القول القائل الخيره فيما اختاره الله. ولقد اختار الله سبحانه وتعالى ان يفور هذا البلد وأن يثور أهل هذا البلد حتى يولي علينا من يصلح، من يرعى مصالحنا وشؤوننا إعمالاً لقول الله عز وجل في محكم تنزيله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. صدق الله العظيم. فيا أهلي ويا عشيرتي اتقوا الله في مسؤولي. يا حاج لسه ما خلصتش كلامي. يا عمنا لسه ما خلصت. انت يا ست اللي سحب العين. يا اخوانا اقسم بالله لسه ما خلصت. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول من الشباب دول يا شيخ محمود؟ واللي قدام منيهم ده الأستاذ ياسين المحامي، واللي حوالين منه دول صحباته وزملاته من اللي أهليهم قدروا يعلموا عيالهم في البندر. ما شاء الله دول متحمسين قوي. يا دول زينا احنا. لا يا سيد خالك، احنا نعاركوا ونهاتوا وننصحوا، لكن دول هم اللي يقدروا يزحزوا الحجارة من مكانها مش احنا. هموا لقيهم هموا. لازم تكون نهاية العمد وزورهم النهاردة. لا السعادي دلوقتي. ايه شغل الجنان ده؟ انت اتهبلت يا خش يا تاني. ايش محمود وقف ساكت. اسمعي يا اهل البلد، احنا لازم نفكر ونفهم ان احنا لينا حقوق ومطالب. احنا مش عصابة ولا هجامة. يا جماعة يا جماعة لو سمحتوا اسمعوني، بلاش اي نوع من انواع العنف لو سمحتوا. احنا جايين نصلح ما نخربش، نبني ما نهدش. يا جماعة احنا قوتنا في اننا مسلمين. اسلم فمك يا استاذ ياسين. ايه ده شويه العاف عليكم. يا واد ابو العيال. يا ابو العيال مرحبا يا ابو العيال. ايه يا جماعه التجمهر ده فيه ايه؟ الناس غضبانه من اللي عملوا وبيعملوا العمده فيهم يا سياده المامور. وايه اللي عملوا العمده ده؟ حضرتك ادرى واحد بالعمده وبعمايله. وهو كان ايه اللي ما عملهوش العمده يا بيه المامور؟
ليه ساعة عدمان ونهايته. بلاش يا باشا، بلاش تلط نفسك ما بينه وبين الناس المظالم دي. ليه بس الكلام ده يا ابو العلا؟ يا جماعه كل حاجه بالتفاهم والهدوء، وبعدين ما تنسوش العمده لاهله وعزوته وما يردوش باذيته، وانا عن نفسي بتعهد. ارجوك يا باشا ما تتعهدش باياته يا حاجه. صاحب الشأن فين؟ بيستخبي ليه؟ خايف من ايه؟ ما تخافش يا ابو العلا، اللي عامل زعيم انت كمان. هنجيبه هنجيبه، وكل واحد وسخ البلد هنجيبه ونحاسبه لحد البلد ما تنضف. انت مالك يا غباشي في ايه؟ مالك كده؟ اللي يشوفك كده يترحم على ايام الطاحونه وعفره الدقيق يا ابو العلا. يا جماعه مبدا تفاهم مقبول. تفاهم مع مين سيادتك؟ يا ريت حضرتك تبطل الدور اللي انت بتلعبه، لانه للاسف بقى مكشوف ومفضوح على الاخر. الزم حدودك واحترم نفسك. وعلى فكره انا عندي معلومات وبلاغات عنك من ايام ما كنت طالب، عشان توجيه المظاهرات وبلبله الامن في المنصوره ونواحيها. ايه مش مكفيك ده كله جاي تولع في البلد؟ ايه هو اللي جاي هايج في البلد؟ يا سعاده الباشا البلد هايجه، ولا حضرتك مداريش؟ بص بقى يا جماعه، انا هدخل للعمده انا والشيخ عيسى وابو العيلة وانت، رغم تطولك عليا الا ارجو انه ما نقحش عليك واحنا جوه. احنا داخلين نتفاهم، يلا بينا. عاجبك اللي بيحصل ده يا جناب المأمور؟ انت ازاي تسيب الامور توصل للدرجه دي يا عمده؟ انت عايز ايه انت كمان؟ لا اسمع لما اقول. انا اقول لك عليه، طاقة المره دي يا عمده الحكايه مش زي كل مره. المره دي البلد كلها رجاله ونسوان، كبير وصغير. انا ما يهمنيش، حتى لو البلد دي والبلاد اللي حواليه، انا عندهم حدود. بلاش عندي يا عمده، انا بنبهك عشان خاطر العيش والملح اللي بينا. عيش وملح ايه يا اخويا؟ قول البط والوز واللحط والطفح، كل ده عيش وملح. قول الرشاوي بالالوفات، قول الفلوس وتسقيط الحقوق واكل الناس، كل ده عيش وملح. خلاص خلاص يا عمده، على كل حال هدخل لك الناس اللي عايزين يتكلموا معاك. نصيحه مني اسمعهم، مش هتخسر حاجه. سلام. قطعت وقطع سيرتك وشورتك يا بعيد. بقول لك ايه يا اخوي، اهدى كده بس واسمع اللي هقول لك عليه. عايز ايه انت اخرى؟ طمعهم. ازاي يعني؟ تشوف مين فيهم ليها عوزي وتسدها له، وتشوف الناس اللي جايين لك دول وتوزنهم كويس كده. تشوف مين فيهم اللي تجيبوا أرض وتدها له، مين فيهم اللي تجيبوا بهيمة وتدها له، مين فيهم اللي يجي بالمال وتدهوله. ساعتها يا أخوي كل واحد هيحط لسانه في بقه وحيتسدوا سد، وكل واحد فيهم هيروح على داره. يعني فكرك بالطريقة دي يعني هيلينه ويبقوا في صفنة، ولا كل واحد بقى هيركب للشرف ويزود للبلة طينة؟ جرب وانت الكسبان. طب اخفي انت جوه، ادخلي جوه. ماشي اخفي. ربنا معاك يا اخوي. اهلا 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 بالشيخ عيسى وبالاخ ابو العيلة. اهلا بالافوكاتو الكبير، منورين ومشرفين. اهلا خير. البلد كلها قايدة عليه، الناس واقفة بره عايزين يفرموك يا عتمان. عتمان كده اهو من غير عمدة. أنا عارف إن عقلك كبير يا عمدة، ولا يمكن تعمل حاجة تأذيك ولا تأذي أهل البلد. أيوه أهو الحمد لله، شاهد شاهد من أهله. أنا بقى أذيت حد في إيه؟ أنا عملت إيه؟ يعني البت حمدية ضربت مراتي في بطنها كانت عايزة تسقطها، مش دي جريمة ولا دي مش جريمة؟ أنا بقى أعمل لها إيه؟ أحبسها ولا أقول لها متشكرين يا أختي ألف سلامة؟ والواد التاني الزفت اللي اسمه حسان اتمسك متلبس بسرقة وفيه شهود، أحبسه بقى ولا أسيبه؟ مش مهم حسان ولا حمدية يا عمدة، إحنا دلوقتي جايين نتكلم عن أهل البلد كلهم، الديون يا عمدة. أيوه أهي الديون دي بقى الحمد لله أنا ماليش أي علاقة بيها، الديون دي باسم فاطمة، فاطمة هي صاحبة الدين. أيوه اللي عايز بقى يتكلم في الدين يتكلم مع فاطمة مش معايا أنا. أنا اللي خدت من حد حاجة ولا اديت لحد حاجة، أنا حيلا بالكتير جوزها، ودي حق ربنا إن هي اللي تتصرف في مالها، مش ده بقى شرع ربنا يا عم الشيخ ولا هنا بقى مفيش شرع ربنا؟ اسمع اللي هيقول لك عليه ده يا عتمان، وخد بالك كويس، الناس اللي واقفة بره دي ليها حقوق ومطالب، ومش هيسكتوا لما ياخدوها تالت ومتلت وزيادة كمان. طب ليهم عندي ايه؟ أنا عايز أعرف بقى ليهم عندي ايه؟ يا سيدي هما شايفين كده. قال لا
وانت لازم تسمع منهم وتعرف هم عايزين ايه وتروح تعمله بسرعة. ده للصالح على الأقل دلوقتي لحد ما نلم الموضوع. موضوع ايه اللي اتلم ابو العيلة؟ شوف يا عثمان. عثمان اثبت يا واد مكانك، انت بتكلم جناب العمدة. طب يا حضرة العمدة عثمان، لازم تبقى فاهم ان كل واحد من الناس اللي واقفة برة دي عارف انه مظلوم وان حقه مهدور، والناس دي كلها مش هتسكت الا لما حقوقها ترجع. ايوه صحيح. اهو شوف انت بقى نبهتني لحاجة مهمة خالص. ايوه والله صحيح، الواحد برضو ساعات يعني بتفوت عليه حاجات كده لانه يعني بيبقى هو مشغول في حاجات تانية كده، لكن برضو الحق واجب، يعني كل واحد له حق لازم ياخده. يعني سعادتك برضو يعني كمحامي يعني ابوكاتو كده استاذ محترم لازم لك برضو يعني مكتب كده يعني يليق بالمقام. ايوه وقرشين حلوين كده برضو تسند عليه وتغير برضو بدل كده طالع نازل. وانت برضو يا فضيلة الشيخ يعني اني برضو تاه عني يعني ان انت بقيت واحد مننا وعايش معانا في البلد، يعني برضو يلزمك دار ويلزمك برضو حتة ارض تزرع وتقلع وتعيش. ايوه والله ده انا بفكر اعمل لك جامع كده ليك لوحدك تخطف فيه زي ما انت عايز. ايوه والله. خيوب عليك يا راجل، انت بترشي ياسين افندي والشيخ عيسي رشوه ايه يا عبيط؟ انت دي حقه، أنا بدي لكل واحد حق. ما هي دي طريقتك يا عمدة، اتعودت تخلي الناس يا راشي يا مرتشي، لكن احنا مش كده يا عمدة، انت غلطت في العنوان. يلا بينا. ايه ايه عنوان ايه؟ لا انا ما غلطتش ومش هغلط وما بغلطش، ده انا عثمان. ايوه انا محدش يقدر علي، محدش هياخد مني مليم احمر، والراجل اللي وقفني وكلكم يا ديزم هتيجوا تحت جزمتي وانا هوريكوا يا بلد. ماشي ايه؟ خلاص يا بلد. ماشي يا بنت ادخلوا جوه، خلوا انت جوه، انا هوريكوا يا جيزه، انا هفرجكوا. كل دي هيجي تحت رجلاني وانا هوريكوا نفر نفر يا كلاب. محدش قادر يعمل معايا حاجه، ولا حد هيقدر، ولا حد يقدر يقرب مني، ولا ياخد مني بليم احمر، ولا حد يقدر عليا. ايوه اه لسه بتقربي مني يا راوية. طب ما تيجي بقى نتكلم في الكلام المفيد والمهم. انا شايفه بقى كده وبيتهيأ لي ان الحال بقى علي العين، العمده نزاح والبلد طابت لنا. بس البلد مقلوبه الناس حاجه مش هتسكت، ما بين اهل عثمان ودول مش قليلين ولا سهلين، وبين اهل البلد وفلاحين، ده حتى حسبتنا مع السيد ومطاريد الجبل ما اقدرش اعرف ايه اللي هيحصل فيها طول ما احنا سايبين العيار كده على الغارب، ولا اقدر اضمن ان اللي هيحصل هو اللي احنا عايزينه. ليه بس بتقول كده؟ ما هي كل حاجه هي ماشيه زي ما احنا عايزين. وبعدين هو مستعدتك كمان شويه كده هتظهر بقوتك وشهامتك وتقف مع الفلاحين ضد اللي ظلمهم واللي نصب عليهم ودينهم، عشان بعد كده انا وابو العيله هنسدد الديون عن اللي ما عرفوش يسددوا، عشان بعد كده لما نيجي نقول ان ابو العيله عمدتكم يا بلد. يا ابو العيله هو مفيش حد غير ابو العيله ده بقى يا راجل. واحده زيك انت في عقلك ومالك وجمالك تحب واحد فلاح زي ده ريحه الجله فيه؟ مش وقته الكلام ده يا حضره المأمور. لا بقى وقته يا راجل، ما كفايه ابو العيله ده. يا خساره، كنت فاكراك اذكى من كده. ابو العيله ده في ايدي، اجيبه يمين اجيبه شمال بمزاجي، ما يقدرش ابدا يطلع عن طوعي. ولما يبقى ابو العيله هو عمده البلد تبقى البلد دي كلها في ايد راويه. فهمت؟ ايوه فهمت. اجيب لك حاجه تشربها. الحقوا يا بلد، تعالوا شوفوا يا اولاد، شوفوا الباشا العمدي بتاعكو عايز يرشي الابوكاتو والشيخ عيسي علشان يرجعوكم عنه ويلهسوكم بكلمتين. اصله فاكركم لسه زي زمان هتسكتوا وتنخوا. طب علينا الحق انبات في داره الليل. انتوا خايفين ولا ايه؟ خايفين من ايه؟ خايفين يجوعكم؟ طب ما انتم اصلا ميتين من الجوع. خايفين من ايه؟ هياكل حقوقكم؟ طب ما هو كلها غصب ودناوي. هيحرق بيوتكم؟ هيرمي نسوانكم؟
طب ما هو اصلا ده فينكم بالحي، يبقى انا خايفين من ايه وخايفين ليه؟ فاطمه انت يا بنت، بنت يا فاطمه راحت فين ده يا دي؟ انت يا بنت الكلاب يا حضره العمده، يا حضره العمده الحقنا يا حضره العمده. ايه المأمور صاحب العساكر كلهم والاهالي هاجمين على الدوار والديوان، وانت داخل تستخبى هنا يا ابن الكلب بدل ما تطلع تضربهم بالنار؟ كنت جاي ابلغك ان الست فاطمه سرقت الخزنه وراحت فين داهيه دي؟ مشيت يم الزراعيه الابليه. يا جماعه جه اليوم اللي نعرف فيه العمده ان الظلم له اخر وكل واحد له حق يهجم عليه في دواره وياخده. يلا يا رجاله. علي الحو هنضيف في الحجز اللي قدام مني فين قدام يا شباب. تاني روحي كانت رايحه مني يا حسان. ربنا يخليك لي يا حنان، فيك الخير. تعالي يا حنان. هيا قاعدين قاعدين عيالي يا شيخ محمود، عيالي يا شيخ محمود، عيالي عيالك بخير، قاعدين عند ام الغايب هناك في امان، ما تخافيش، انتبهي بس لنفسك. انا حموت يا شيخ محمود، حموت، خلي بالك من عيالي، انت تعرف ربنا كويس يا شيخ محمود، خلي بالك منهم. خدها على الوحده الصحيه يا شيخ محمود. طيب قوموها بس بالراحه، بالراحه واحده. يلا سلامات. ويا زناتي يكفلت من السجن يا وكلهم ارموها لتوسخكوا زي ما وسختني، وسخت عيالنا عمر بحاله. زناتي عشان خاطر سيبها يلا للشيخ محمود، هو يربيهم، انا امنت عليهم، هو هيرعيهم، هياخد باله منهم عشان خاطري، عشان خاطري يا زناتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. على فين؟ بقى تسرقي الخزنة وتهربي مع أبو العيلة؟ مطبخينها مع بعض يا بنت الحرامية؟ إيه البندقية اللي في إيدك دي يا هتما؟ إيه البندقية دي؟ أنت هتعمل إيه؟ أنا هقول لك أنا هعمل إيه؟ أنتِ بعد ما تولدي هخليكي عبرة لمن لا يعتبر، وأنت بقى إيه؟ الله يرحمك يا سبع البرومبي. طخ يا أبو العيلة، طخ، موته. ايه يا بيت؟ هو ده وجع الولاده؟ انت بتولدي صحيح يا بيت؟ ايوه بولد، بولد، ايوه، الحقني، الحقني يا ولاد، الحقني يا ناس. اوعي اقعد انت كده، ايوه. قولي لي ده وجع الولاده بصحيح ولا دي ملعوب بتعمليها عليا يا ملعونه يا بنت الملعين؟ ملعوب ايه؟ هي دي فيها ملعين؟ هموت يا عمده، هموت وابنك هيموت، الحقني يا عمده. يعني بتولدي بصحيح؟ ايوه يا عمده. الف بركه. ايه البنت هتجيب العمده الجديد، امشي وادي انت من هنا، امشي. فين الغفر؟ انت غفير انت اهو، مفيش غفر. طب اي نفر، اي حد يا ناس، غيطونا يا بني ادمين، انتوا يا جزم يا بهايم، حد يغيطنا يا ولاد الكلب يا معفنين.
بصي انا هوديك المستشفى دلوقتي عشان تولدي هناك، وما كانش انا هجيب ترومبيل خصوصي اوديك البندر عشان تجيب لنا العمده الصغير. يلا بندر ايه؟ انا ما فيش نفس لما اوصل في البندر، انا ما فيش نفس. ما فيش، هوديك اهو معايا. انت عايز معايا يا ولد؟ اسكت على مهلي يا ابو العلي، على مهلي. الحقني ابعد عنها يا ولد، ابعد عنها. ما تمسكهاش كده، هسيبها تقع. لا بس بلاش، بس ابعد عنها. خلي بالك، خلي بالك لحسن يحصل حاجة للعمدة الصغير. أهم حاجة العمدة الصغير دي. ملعون أبو الصغير على أبو الكبير، على أبو العيلة، على أم العيلة. حاسب تقضيه. بعد ما بيعتني الأرض اللي عندي يا جناب العمدة لحضرة المأمور بتاعك، بعت كل العدة والحاجات اللي كنت بشتغل بها في الأرض، بعت المحرات والغرق. بس لا، من حسن حظك ان ده ما تباعش، ده اللي هاخد بيه عمرك يا عثمان. مش واد انت من هنا، امشي. يا فاطمه، يا ابو العيله، يا ولاد الكلب. يا ولاد الكلاب، يا ولاد الكلاب. قول يا خدني معاك. على ايه؟ ايه ايه؟ الحاجات دي واخدها منين؟ شبه الحاجات اللي عندي في الدوار. من عندك؟ واخدها من عندي، واخدها توديها على فين؟ اروح ابيعها. تبيعها؟ تعالى لي عشان هاتوا غراب، بس قبل ما تبيعها وديني الاستبال. يلا وديني بسرعه. اديني عشان العمدة الصغير زمانه جاي. دي بقى اللي هربيكم كلكم يا بال. يلا يا بنات، الدنيا مقلوبه وطربقه، يلا بسرعه. يلا يلا يلا. حموت حموت يا ناس، حموت يا ناس. ابو العلي ابو العلي ابو العلي. يا الله، ما بتاكليني وتجيبي لي هدمه جديده وكمان بتخيطي في الهدمه القديمه. الروضة الباهية مقام سيدنا النبي، روايحها ذكية وجميلة والنبي. أنا نفسي والنبي أزور سيدنا النبي، وصلي وسلم على سيدنا النبي. Thank you.
الله يعافيكي. انت مين؟ أنا نظيمي. اهلا يا نظيم، ان شاء الله تكوني بخير. ايه اللي بتعمليه ده يا سيد؟ بقى بتكنسي الارض في بيت جنيدي؟ لا يا نظيم، انا بكنس اللي جوايا، بنضف روحي وبالي احسن ما تبقى افعالي وبالي. يا لهوي، انا ما بقتش فاهمه حاجه خالص. بس انا فهمت، فهمت قوي. باينك ما دريتيش. مش فاطني بتولد في مستشفى المركز؟ ينتهى بالسلامه هي وابنها يا رب. يا رب يكون ادم السعد والهدايه يا رب. أني ماشي. من فضلك يا عمده ابعد المسدس شويه عني. من فضلك انت بتبص في ايه؟ مسدس وانا هضربه بالنار هطخه. وبعدين يا سيدي ما تخافش، العمده صغير واخد على الحاجات دي. يلا هي امال، عايز اشيل الواد كده في ايديا واجيب الاعادل. قول يا رب يا سيدي، قول يا رب. ما هو كله يا رب طبعا، هقول يا رب وما اقول يا مين. بقول لك ايه، اشهد يلا امال، عايز اشيل الواد بقى، الواد وحشتني يا سيدي. قول ان شاء الله ان شاء الله. ايوه ما هو ان شاء الله. وانا كافر؟ كل بيقول لك حاجه تقول يا رب وان شاء الله. انا حجيت اربع مرات ما حجيتهمش انت، يعني انا اعرف ربنا اكتر منك. ان شاء الله ربنا هيقومك بالسلامه. قوم يلا. تعالى كده ليه؟ قوم مالك انت ومالها، هسيب ايدها كده. ان شاء الله ربنا هيقومها بالسلاسه، وهتجيب لنا الواد الصغير العمده. وانت بقى يلا راجل ورينا عرض كتفك كده، روح الطاحونه تلاقيهم عايزينك هناك. ولا اقول لك لا، انت ما تروحش هناك، انت تقف على الباب كده زي اللي في رجلك عشان تشوفني وانا خارج مع العمده الصغير كده في ايدي وتتغزغز. يلا يلا بره. يلا الف سلامه ليك يا اختي. وانت كمان يا عمده، بعد اذنك ما تاخذنيش، اتفضل اتفضل معاه، لان كده انا ما ينفعش اشتغل في الجو ده. فاطمه حالتها صعبه جدا، من فضل حضرتك. طيب انا هطلع بره عشان خاطر الواد، بس خلي بالك من الواد. ايه هو واد مش كده؟ انت عارف، عارف ان هو واد مش كده؟ بس مداري يلاقيه. امال هيكون ايه؟ مش عمده، لازم يبقى واد. انا قاعد بره مستني الواد. يا رب يا رب ما تخذلني ولا تكسفني. يا رب يا رب وقف معايا. ايه عثمان بيقول يا رب؟ تلاقيك مبسوط على كده، فكرك يعني ربنا هيستجيب لك؟ ايوه ان شاء الله يستجيب لي. ما يستجيبش ليه؟ عارف انني غلبان، وعارف انني محتاج له اشد الحوجه. ايوه والله، وبعدين انا راجل مؤمن بالله وكتبه ورسله. ايه لا هو بالقول. نسيت يا راجل انت عملت فيا يعني ايه؟ ولا اللي عملته في الغلبان المرميه جوه دي؟ ايه عملت فيك ايه؟ ولا حاجه. هي البنت ما كانتش طايقاك اساسا وعايزه تتطلق منك، وجت تستجار بيه، وانا كبير البلد والبنت غلبانه ما جورهاش. اقول ايه لربنا يوم الموقف العظيم؟ اقول له ايه؟ وبعدين تعالى هنا، ما انا طول عمري خير عليك وعلى البلد كلها، وطول عمري ماشي بالقانون والقانون ماشي بيا. ايوه امال، غيرش بس هم شويه السواد اللي جواك انت. ده انت جواك سواد يا ولا يكفي بلاد. ايوه والله، عارف أنا لو كنت فت البت الغلبانة المسكينة اللي جوه دي مع واحد زيك أنت، كان زمانها ماتت من الجوع والغيظ والقهر والفقر اللي أنت كنت معيشها فيهم. أنت بعقلك يا راجل أنت وأنت بتتكلم كده؟ عشان كده عمال تزعق بالصوت العالي وتقول يا رب. فكرك دعوة واحدة من دول هتهوب ناحية السما ولا ربنا هيستجيب لها؟ ليه؟ ده ربنا ما بيحبش الظالم ولا الكذاب ولا نهاب الحقوق يا عثمان. انت عايز مني ايه؟ عايز ايه مني؟ روحك. ايوه 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 خليك انت بغيظك كده.
اقعد اهري ونكت في نفسك كده وان شاء الله ربنا هيموتك بتغصب غيظ. اي والله بالك الواد اللي جوه دي اول ما يطلع كده العمده الصغير دي انا ان شاء الله حمنجه كل بتوع النساء والتوليد دول. اي والله والواد ده بقى لما يكبر كده ويشد عوده هيلم كل الجبن الخبث اللي زيك انت ويطلع عين ابو اللي جاب ابوه نفر نفر. اي والله هو ربنا له حكمه في كده خلق الناس اسياد وعبيد عشان ناس تدوس وناس تداس. يبقى انت خلي بالك علشان اللي اداس امبارح يا عتمان هيقولوا يوم ويدوس وساعتها دوستو دي لا هتشفق ولا هترحم هتهرس. كويس قوي ان انت جيتي كويس قوي قوي ان انت جيتي. ايوه امال احسن حاجه عملتيه ان انت جيتي. ايوه انت ايه اللي جابك يا وليه انت؟ فاطمه بتولد. دي ولدت سامعه صوت الواق 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 الواق. الله اكبر ما شاء الله. سيف. ايوه ادي يا بت هو سيف. ايوه ابن حبيبي انت سيف سيف عتمان عشان تبقى سيف على رقبه كل ولاد الكلب اللي عايزه تتقطع رقبيه. ايوه قول هم ولاد كلب طبعا انا عارف. ايوه انا معاك والله ده جزم كلهم. ايوه اهو سيف جه انت اللي هتقف في ظهري وتدافع عني. العمده الصغير جه يا بلد. طب بعد اذنك يا عمده عايز اقول لك حاجه بس. ايه يا عمده؟ ايه ابنك حالته مش مظبوطه. ايه دي حالته مش مظبوطة؟ لا حالته مظبوطة طبعا ده ابناني ابني وحالته مش مظبوطة. يبقى انت مش دكتور ولا فاهم حاجة في الدكتورة. طب بس من فضلك عايز اقول لك حاجة. طيب ما تقولش ولا اقول لك قول. اتكلم انا ماسكه اهو في ايديا محدش ياخده مني انا مش هسيبه ابدا. اهدى يا سيف اهدى يا حبيبي. الواد سكت ليه؟ ما تشوف يا دكتور الواد ماله؟ ايه يا سيف؟ قول يا حبيبي زي ما كنت بتقول. ايوه كده سمعهم انهم ولاد كلب جزم كلهم ولا يستاهلوا حتى ضفر رجلك. قول يا حبيبي هو ده بقى اللي هيربيكوا ويعلمكوا الادب نفر نفر يا كلاب يا جزم. للاسف يا عمده انت خلقت ابنك ابنك تعيش انت. ايه؟ لا لا الواد عايش ده كلام برضه بقى بعد العمر ده كله تقول لي تعيش انت؟ اول مره تقول لي ابنك تقول لي تعيش انت؟ لا الواد عايش. انت مش دكتور ولا نيله ولا فاهم حاجه في الدكتوره. انا اروح اخليها تولد في مستشفى تاني. ابنك مات يا عثمان. الواد نايم. ابنك مات. ايوه نايم. البنات العيال بتنام. ابنك مات يا عثمان. كلهم بيناموا. ابنك مات يا عثمان. ايه الواد صح وعايش. ابنك مات. لا طبعا عايش. ربنا متقام منك يا عثمان. انت قام منك وانت قام مني يا عثمان. ابنك مات. ربنا مش رايد لنا يبقى في حاجه بيناتنا نحبها يا عثمان. ربنا مش رايد يا عثمان. لا ما ماتش. اخرسي يا جزمه يا بنت الكلاب. الواد عايش. انت عايزاه يموت عايزاني اسيبهولك عشان تروح تديه لابو العيله. لا انا مش هسيبه ابدا انا مش هفوته من ايدي ابدا بقى بعد العمر ده كله اسيب الواد. لا ده انا ما صدقت جاري الواد يا كلاب يا ولاد الكلب. انا معايا الواد يا جزم معايا الواد يا كلاب يا ولاد الكلب مش هسيبه ابدا. ايه هو دي سيف جاتكوا يا جزم.
نايم مش كده؟ ايوه انا عارف انت نايم، ما هي العيال بتنام ياما. ايوه بس شوف بقى يا ولي، لما تعرف انا عملت لك ايه انت هتقوم، ويمكن تجري كمان وترمح. شوف بقى يا ولي، الارض دي كلها ملكك انت، مش الارض بس، دي الارض والسجر والنخل والترع والغيطان والبهايم والبني ادمين كمان، كل ده تحت اشاره من ايدك انت. ايوه امال ايه. وشوف بقى كمان، اقول لك كل فلوسي وفلوس حفيظي ملكك انت يا عمده يا صغير يا عتمان. لا عتمان ايه، انت تلاقيك اسم سيف عاجبك اكتر مش كده. شوف بقى يا سي سيف، البلد دي كلها من شرقها لغربها تحت رجلك انت. ايوه امال ايه، تحت رجل العمده الصغير. لا عمده ايه، انا مش عايزك عمده، انا عايزك تبقى بيه كده ولا باشا من باشوات مصر. ايوه تبقى سيف بيه باشا من باشوات مصر، هو كده صح، سيف بيه باشا من باشوات مصر. ايوه حافظه، انت عايزه ايه؟ عايزك تفوق يا عتمان. افوق ده ايه؟ واني مغمن عليا ولا مسوره؟ طب اديني الواد، حرام عليك اللي بتعمله ده. ايوه ايوه انا فاهم قصدك. ايوه انت خايفه لحسن ارجع في كلام والحس اللي انا قلتهولك. لا انا عندي كلام، فاطمه دي مجرد حبلت وولدت وتغور في 60 داهية، لكن انت ام، انا هكتب الواد باسمك انت زي ما اتفقنا، الام حفيظه والاب عتماه والخوجه معانا والاوراق تبعنا وكل اللي احنا عايزينه هو اللي هيكون. الواد مات، اللي انت شايله مات، ربنا خده منك بعد ما اداهولك علشان تفوق وتتعز. فوق يا عتمان حرام عليك. لا الواد ما ماتش يا هبل، انت عبيطه مش فاهمه حاجه، الواد نايم، هي العيال كده بتنام. بس انت بقى معذور، انت لا حبلتي ولا ولدتي ولا تعرف العيال، هتعرفي ازاي بقى؟ طب اديني الواد. لا ولا حد يمد ايده عليه، انت انضميتي ليهم يا بنت الكلب ولا ايه؟ كلكم عايزين تخلصوا منه. لا هيفضل معايا انا في حضني لحد ما يكبر ويملى الدوار عيال. ايوه انا بقالي ذريه يا اولاد الكلب، العمده بقاله ذريه يا بار. اوعي يا بنت الكلب. وكل الناس بقت تكذب ومش واضحين، ومش عارفين نصدق مين، عشان بنخاف بقينا نشك في ايدينا، وبنخون في اقرب حتى ناس لينا، ومش عارفين طريقنا منين. على مسرح كبير في الدنيا دي واقفين، كله في دوره بيركز قوي وعايشين، يا لو كتب خد عندك تلاقي كتير، لو بنضحك على اللي نلاقي عنده ضمير، في الشر بقينا أذكى من الشيطان بكتير، من الشيطان بكتير. وطول